هل يجوز أن أستلم قرضا من البنك لأجل شراء سيارة مع العلم أن هذا القرض بفائدة؟ هذا حرام، ربا، من فعله فهو ملعون، لعن الله آكل الربا ومكله وشاهديه وكاتبه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، والله جل وعلا توعد المرابين الذين لا يتوبون عن الربا بأنهم قد حاربوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فلا يجوز أن تأخذ الربا لا من البنك ولا من غيره، فإن أخذته أخذت الحرام ووجبت عليك اللعنة من الله، إلا أن تتوب إلى الله عز وجل. نعم.